عادل فاضل نسائل برنامجنا معكم بنشرات للأخبار. يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم وضعنا برنامج الأفئدة الثقافية، يقدم لكم الزميل أحمد شريف الحلقة الثانية من قراءته لورقة الأستاذ حامد درار حول رواية حكايات كولونيالي للأستاذ مصطفى محمد محمود طه. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم عناوين نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. مواطنون إثيوبيون يطالبون باسترجاع ممتلكاتهم المصادرة في إريتريا. السلطات المالطية تعاقب مواطنا إريتريا لمخالفة قوانين حركة الأموال. أخيرا، تعاون سوداني هولندي لمكافحة الفساد الحكومي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. تفيد مصادر إذاعة أرينا بأن مجموعة من المواطنين الإثيوبيين تقدمت بعريضة إلى مكتب الرئيس المؤقت في قرية عدي حالو من أجل استعادة ممتلكاتهم التي صودرت منهم أثناء الحرب بين إريتريا وإثيوبيا. وأكدت المصادر بأن هذه الممتلكات تشمل منازل ومؤسسات تجارية في العاصمة أسمرة ومدن أخرى. وتقول المصادر بأن أغلب هؤلاء المواطنين الإثيوبيين هم من سكان حي ماجهود في أسمرة، حيث تمت مصادرة العديد من المنازل التي كان يمتلكها هؤلاء المواطنين الإثيوبيين، وقامت الحكومة بتوزيعها على قدامى مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. ويعول هؤلاء المواطنون الإثيوبيون على المناخ الإيجابي في العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا من أجل استعادة ممتلكاتهم بصورة نهائية. ذكر موقع صحيفة مالطا توداي على الشبكة الإلكترونية بأن سلطات الجمارك المالطية